نكون مستعدين لتنفيذ أي مهمة داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا. إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر. الجيش المصري يحمي ولا يهدد. المناورة حسم 2020. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية للمناورة الاستراتيجية حسم 2020، والتي نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتي استمرت لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. شملت المرحلة الرئيسية قيام طائرات متعددة المهام بتأمين أعمال قتال القوات وتقديم المعاونة الجوية بغرض القضاء على العناصر المرتزقة من الجيوش الغير نظامية وتنفيذ رماية لاستهداف مناطق تجمع تلك العناصر ومراكز القيادة ومناطق التكدسات والدعم اللوجستية، بالإضافة إلى قيام عدد من الطائرات الهليكوبتر بإبرار سرية صاعقة لتنفيذ إغارة على مركز قيادة مكتشف للعناصر المرتزقة وتدميره. وتحت ستر النيران المدفعية تم تطوير أعمال القتال في العمق وتنفيذ رماية تكتيكية بالذخيرة الحية لكتيبة دبابات مدعمة في ظل الوقاية المباشرة المضادة للطائرات عن التجميع الرئيسي للقوات. بتنفيذ رماية دفاع جوي أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف. وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كافة عناصر تشكيل المعركة والقدرة العالية على المناورة واستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام في التوقيتات المحددة. وفي نهاية المناورة نقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية في كافة المهام التي توكل إليهم. وأشاد القائد العام بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية للقوات المشاركة في المناورة، وجدير بالذكر قد تضمنت المراحل الأولى للمناورة تنفيذ أعمال الفتح الاستراتيجي للقوات البرية والفتح الاستراتيجي للقوات الخاصة من المظلات والصاعقة، وتنفيذ عملية برمائية ناجحة للقوات على الساحل في منطقة حدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي. وتنفيذ أعمال المناورة والقتال الجوي والتعامل مع الأهداف ذات العمق البعيد. والتي تتطلب التزويد بالوقود في الجو لمختلف الطرازات. وتنفيذ رمايات الدفاع الجوي
والمدفعية. المناورة حزم 2020. تواصل قواتنا المسلحة المصرية بنجاح تنفيذ المناورة حسم 2020 بفروعها الرئيسية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وبتأكيد كثير من الرسائل والدلالات لمثل هذه المناورات خاصة في مثل هذا التوقيت، وربما الرسالة العامة والأشمل هي أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا ينبغي بأي حال من الأحوال تجاوزه. ينضم إلي عبر السكايب سيادة اللواء بحري محفوظ طه مدير الكلية البحرية الأسبق. تحية لحضرتك يا فندم. تحية لحضرتك وللسادة المشاهدين. يعني بالتأكيد يعني ربما يعني من الأحرى أن أول سؤال موجه لحضرتك عن الأبعاد الاستراتيجية للمناورة حسم 2020. طبعا المناورة حسم لها أبعاد استراتيجية يعني كبيرة جدا، وده باين من حجم القوات ومن نوع التدريبات اللي تمت فيها والرمايات بالذخيرة الحية اللي تمت. زي ما ظهر لحضرتك ان من ضمن المناورة كان في تشكيل تعباوي بحري، ده حوالي 40 سفينة، وده عدد كبير جدا. لما يعني يعتبر رد حاسم برضو على ما ورد في وسائل الإعلام خلال الأسبوع اللي فات من إن فيه يعني ميسيف موبيليزيشن للبحرية التركي، هم كلهم كانوا 8 مراكب و 11 طيار. طبعا احنا مطلعين 40 وحدة بحرية، عشان كده أنا بتكلم وبقول إنها يعني مناورة تعبوية. زي ما حضرتك شفتي في الفيلم إن جميع الوحدات البحرية اللي ظهرت في التلفزيون أو في هذا الفيلم لم تكن موجودة من 6 سنين. فدعيني أشكر القيادة السياسية اليقظة والقيادة العامة للقوات المسلحة اللي تنبأت أطلع بوجود صراع للطاقة، وإن ممكن أن تحصل تغيرات إقليمية تؤثر سلبا على الأمن القومي المصري في شكل تهديدات وممكن تتقلب إلى عدائيات. لأن كل اللي حضرتك شفتيه على سبيل المثال حاملات الهليكوبتر ما كانتش موجودة، الطيران اللي محمول على حاملات الهليكوبتر ما كانتش موجودة من 6 سنين، الفرقاطات الحديثة اللي هي الخاصة بستائر الحراسة القريبة والمباشرة والبعيدة ما كانتش موجودة. فالحقيقة كانت المناورة أصلا مميزة وليها سمات لم يحدث أن اللي في 40 وحدة بحرية اشتركوا مرة واحدة في مناورة واحدة، ثم انها قامت بعملية على مستوى تعبوي كبير، يعني اقل من الاستراتيجي شوية، اللي هي عملية برمائية. عملية برمائية يعني ان انا بنقل قوات وباخدها الى مسافات بعيدة وبنزلها في ساحل مسيطر عليه بمعرفة العدو. اذا هي تعتبر عملية هجومية. العملية البرمائية بطبيعتها عملية هجومية لان بنزلها في سواحل العدو وتحت نيران، وبالتالي حضرتك الرسالة الرئيسية ان القوات المسلحة والقوات البحرية المصرية قادرة على نقل القوة على البر، اللي هم يسموها بروجيكشن اوف باور. اذا هي رسائل بليغة في جاهزية القوات المسلحة والكفاءات والقدرات القتالية المتفردة التي تتمتع بها. ده كلام سليم حضرتك. وحضرتك بقى لسيادتك عشان الكلمه اللي حضرتك قلتيها بالنسبه لجاهزيه القوات المسلحه وبالنسبه ايضا لحرفيه القوات المسلحه. حصل ضربه صاروخيه شفناها كلنا، عباره عن 3 هجمات صاروخيه في نفس الوقت متزامنه. صاروخ مكبسل من غواصه، وصاروخ من مدمره، وصاروخ من لانش صواريخ. طبعا دول عشان يضربوا مع بعض ده صعب جدا، وخصوصا ان اصلا في صعوبه للاتصال ما بين سفن السطح اللي هي المدمرات والشات صواريخ وما بين الغواصات. تحت الميه اصلا ما فيش اتصال، او اتصال صعب قد يكون مستحيل في بعض الحالات. فدي بتعكس الحقيقه كفاءه قتاليه كبيره جدا.
حضرتك شفتي برضو ان اصلا في طيران الكاموف كويس اللي كانوا بيقولوا احنا جبنا حاملات الهليكوبتر لكن مش عارفين نجيب طيران الهليكوبتر الروسي، لا ده جه واشتبك بالتسليح، اشتبك بصواريخ ودعم اجناب القوات اللي تم ابرارها على الشاطئ، يعني ما سابتش يعني الحامله اصلا حامله المروحيات ما سابتش القوات على الشاطئ، ده بالعكس اشتركت بالدعم النيراني معاهم بطائرات الكاموف، وظهر قد ايه المستوى العالي للتدريب بطائرات الكاموف. برضه الستاير بتاعت كافه الغواصات حضرتك، السلاح كان قديم ولكن استخدامه بصوره ستاير ضد الغواصات ده طبعا برضه حاجه ما حصلتش. الغواصه اللي اصلا في خطوط الاتصال البعيد او في خطوط الاعتراض البعيد، كل دي حضرتك ادت يعني مميزات وسمات واشارات للمحترفين بالغه الاهميه عن مدى احتراف هذه القوات. يبقى مش اعداد بس، لا ده اعداد واحتراف. وجود بقى السيد رئيس اركان حرب قاتل وسلاح قاتل القوات البحريه، ده يديلك ان القياده طبعا يعني يديلك ارتفاع مستوى القياده والسيطره على مثل هذه الوحدات، لان طبعا رئيس الاركان ده لما بيجي ده ما بيجيش لوحده، ده معاه اجهزه القياده العامه كلها. يبقى ده كان ناقل تشكيل ايه؟ تشكيل ذو طبع استراتيجي طبعا. يعني ده برضو رد على السؤال بتاع حضرتك الاولاني. يعني طبعا بان جدا من المناوره بتاعت القوات البريه الباسله انه اشتبك مع مرتزقه، بس يعني مش مجرد اشتبك مع مرتزقه، ده طور النجاح وطلعت كتيبه مدببات مدعمه تبعت هذه القوات وطورت النجاح ودخلت على اماكن التكدس بتاعتهم وعلى اماكن التمركز بتاعتهم ومراكز القياده. اذا الرساله ما تفتكرش ان الاساليب اللي انت كنت بتستخدمها قبل كده فانك انت جبت كام عربيه 4x4 شايله مدافع نص بوصه وتطلع تجري وطيارات مسيره، مش هيمشي الكلام ده مع قوات رئيسيه مجهزه مثل هذه. نعم. اسمح لي اتوقف ست اللواء مع رسائل عميقه اخرى موجهه للمصريين، مواجهة حول الحرص المصري على صيانة الأمن القومي المصري وانطلاقا منه الأمن القومي العربي، التضافر مع الشقيقة الليبية، رسائل أيضا واستعراض للقوة العسكرية المصرية لأي مما تسول له نفسه أن يمس بأمن مصر وأمانها، كيف تنظرون إلى يعني جميع هذه الرسائل في سياق المناورة حسم 2020؟ هو الكلام حضرتك طبعا مظبوط، انا يمكن مركز على الناحيه العسكريه باعتبار ان انا يعني عسكري اكثر منها سياسي، ودي شغلتي، عشان كده انا بحاول ابين للمستمع العادي مدى الاحترافيه ومدى الانحرافيه. طبعا المستمع المصري اصلا الانسان المصري بيثق في القوات المسلحه وكفائتها على مر العصور، يعني هو مش المناور دي اللي هتديني هذه الثقه، لكن على مر العصور. ولكن الرسائل التي تدل على المهارة والكفاءة في التخطيط والتمكين والإدارة والسيطرة على كل هذه الوحدات هي رسائل كلها لكل محترف لأي قوة إقليمية موجودة في المنطقة، إن القوات المسلحة أولا في إصرار زي ما حضرتك قلتي على الدفاع عن الأمن القومي المصري، ولن نسمح الرأي اللي هو يعني القائد الاعلى للقوات المسلحه هو وقف قال شفاهه اللي هو يعتبر توجيه استراتيجي، ان الخط سرت البقره ده خط احمر، ده توجيه استراتيجي بيجي معاه طبعا الضغط السياسي العسكري، وتبتدي بقى الخطه تتعمل وتبتدي القوات تتحرك، عشان كده اتعمل فتح استراتيجي والفكره بتاعت الخطه بتتنفذ ازاي وتنظيم التعاون ازاي والاستطلاع بتاع الرجاله كلها تشتغل، وده اللي حصل بقى. المناوره دي حضرتك تعتبر بروفا للقتال، خلي بالك حضرتك بقى طبعا ده توصيف حقيقه مهم جدا ان هي فعلا تعتبر بروفا، وفي ايضا مهزه لتزامن هذه المناوره مع مناورات اخرى في البحر المتوسط. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر على هذه المداخله عبر السكايب سياده اللواء بحري محفوظ طه مدير الكليه البحريه الاسبق. الى الامام دوما لمصر بناء وتنميه ومواجهه للارهاب، الامن القومي المصري بالتاكيد خط احمر في جميع الاحوال. هنتوقف ايضا مع جوده الحياه للمواطن المصري وكثير من الادوات الكفيله بتحقيق ذلك، البعد الاسكاني والتنموي حاضر بقوه في هذا المشهد، وهنفرد له مساحه اكبر من الحوار في من القاهره، لكن بعد متابعه موجز اخبار الساعه بصحبه الزميله امل نعمان.
Thank you.